اللجنة العليا للطوارئ تصدر عددا من التوجيهات الاحترازية للمواطنين. حمدوك يشيد بالإنتاجية العالية للقمح التي حققها مشروع الجزيرة هذا العام. إيلولة شركة السبيكة الذهبية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ارتفاع حالات الوفيات إلى أكثر من 1800 حالة في العالم من فيروس كورونا وإجراءات احترازية للحد منه. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحداث اليوم من تلفزيون السودان، تحياتي وزميلتي أماني عبد الرحمن السيد. شكرا نجوى. السلام عليكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته اللقاء التنويري بالقيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية بكل مكوناتها وبقائها على عهدها مع الشعب السوداني في حماية التغيير ومكتسبات الثورة والزود عن حياد الوطن والمحافظة حافظت على وحدته. أن ندعم هذه لجنة الطوارئ الاقتصادية. أما الشق الرئيسي وحقنا الأساسي ودورنا اللي هو الشق الأمني، الشيء المتعلق بالأمن، نحن كقوات نظامية لن نسمح لأي جهة سياسية أنها تتغلغل بيناتنا، وده واحدة من مكونات أو واحدة من أهداف أو واحدة من الأسس الرئيسية اللي بتبنى عليها القوات النظامية. قوات دي قوات قومية، القوات دي قوات ما عندها انتماءات سياسية، جوا ما فيها أي تحزب، ما فيها أي تعنصر، ما فيها أي جهوي، ما فيها كل الأمور اللي بتدعو للفرقة واللي بتدعو للشتات. نحن قواتنا دي بعيدة عنها ويجب أن نحافظ أن تكون بعيدة منها، ما نسمح بأن يصنفوا أي جهة تصنيف معين، ما دارين أي تصنيفات داخل قواتنا، دارين نأبيها من التصنيفات، دارينها تظل هي قوات قومية، هي قوات بتحمي السودان، هي قوات شغالة من أجل السودان، هي قوات هدفها وهمها حماية السودان. وقال البرهان في سياق رده على المتشككين في وحدة وتماسك تلك المنظومة إنها على قلب رجل واحد وقطع الطريق أمام أي جهة تسعى للمزايدة أو محاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن. نحن هسي اجتماعنا ده زي ما قلت قاصدين منه أن نحن نوصل هذه الرسائل ونضعها في بريد الناس اللي بيتكلموا الآن صرفونا أو بيحاولوا يصرفونا عن واجبنا الأساسي بأنه يستعدونا نحن في بعض. كلهم ناس شغالين في هذا الأمر ما عندهم هدف واحد، ما عندهم إلا هدف واحد، أنه يفتتوا وحدة السودان، أنه يشتتوا جهود هذه القوات التي يجب أن تعمل مجتمعة عشان تحمي حدود الدولة، يجب تعمل مجتمعة عشان تكافح التهريب، تعمل مجتمعة عشان تثبت الأمن الداخلي، تعمل مجتمعة عشان تثبت الأمن الاقتصادي، تعمل مجتمعة عشان تثبت الأمن الصحي. ده واجباتنا الأساسية. الأمن الوطني عنده ركائز كلنا يجب أن نشارك في أننا نبنيها، نشارك في أننا نحميها، نشارك في أننا نضع عليها الأسس الصحيحة. وشدد البرهان بلقائه أمس بالقيادة العامة اللا عودة للنظام البائد مهما كلف الأمر، وقال إن القوات المسلحة ستقف سدا منيعا لحماية مكتسبات الثورة. نحن أصلا متعهدين ومتوازغين بيننا، ما عندنا هدف ولا عندنا هم غير أننا نحمي السودان، وكلنا متعهدين ومتوازغين بأنه أي زول عنده أي رغبة أنه النظام السابق يعود نحن ضده ولا حنسمح له ولا حنقف معه ولا حنقل زول اسمح بأن النظام الثاني يرجع طالما إحنا قاعدين واقفين، وده هدفنا اللي وثقنا عليه مع الشعب السوداني. الشعب السوداني هو صاحب الإرادة، الشعب السوداني هو صاحب الرأي، الشعب السوداني هو صاحب الحق، لأنه هو من يملي على علينا احنا ذاتنا، املى علينا الشعب السوداني في اننا نقيف هذا الموقف بانه جانا هنا قدام القياده ونحن مشينا معاهم في رغبته. نحن ما بنتراجع عن المضي قدما في رغبه الشعب السوداني.
هذا التراضي مع الشعب السوداني ومع مكوناته بيوجب علينا ان احنا نوفي له ببعض الالتزامات اللي احنا بنقدر عليها. يجب ان نسنده في اننا نقف معاه. نحن شايفين الناس عندهم ضوائق زي ما ذكرت كثيره، كلنا يجب ان احنا نقف مع هذا الشعب في ان احنا نحل له ضوائقه. أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس في بيان صحفي أن اللجنة الاقتصادية اجتمعت واتخذت جملة من التدابير أهمها توفير الخبز والوقود وغاز الطبخ. عقد رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السيد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي والرئيس المناوب السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك سلسلة اجتماعات نهار اليوم مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وذلك للوقوف على سير تنفيذ قرارات الاجتماعات الأخيرة للجنة. ونود أن نفيد بالآتي: تم توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية التالية: 1- المحروقات تشمل البنزين والجازولين وغاز الطبخ والفرنس. 2- كما تم تأمين حاجة البلاد من القمح. 3- تم تأمين احتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الإمداد الكهربائي للفترة القادمة بما في ذلك شهر رمضان المعظم. 4- تم توجيه قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لمراقبة ضمان انسياب السلع والمواد الضرورية ومنع أي تسريب وتلاعب فيها، خاصة في نقلها من الميناء إلى داخل البلاد وقنوات التوزيع. 5- استلمت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية شركة سبيكة العاملة في مجال الذهب، وتمت أيلولتها لوزارة المالية والاقتصاد والتخطيط الاقتصادي. 6- لاحظت اللجنة أن بعض ضعاف النفوس يتلاعبون بالوقود وخاصة الجازولين المخصص للصناعات والموسم الزراعي، واتخذت اللجنة تدابير لإنزال العقوبات الرادعة لكل جهة تسول لها نفسها التلاعب بالسلع والمواد التي تمس حياة ومعاش الناس. إلى ذلك أشار مانيس إلى أن اللجنة الاقتصادية تتفهم كافة الظروف التي يمر بها المواطنون، خاصة في ظروف جائحة كورونا. الأعزاء، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وكافة أجهزة الدولة تقدر وتتفهم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وخاصة في ظل التدابير المتعلقة بجائحة الكورونا. ونود أن نطمئن مواطنينا بأن اللجنة تبذل قصارى جهدها للوصول لحلول جذرية. 8- تود اللجنة العليا كذلك الإشارة بأن التدابير الصارمة التي اتخذتها اللجنة كفيلة بالخروج من الظروف القاسية التي يعيشها مواطنينا الكرام. أخيرا، لعلكم تذكرون أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد اتخذت قرارا بإنشاء صندوق سيادي ومحفظة استثمارية إلى جانب السماح للقطاع الخاص العامل في مجالات الصناعة والنقل والتعدين باستيراد احتياجاته من الجازولين، وذلك للمساهمة ضمن تدابير أخرى في خلق الاستقرار الاقتصادي المستدام. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن السودان قادر على مواجهة جائحة كورونا والخروج من هذه الفترة العصيبة بوحدة شعبه وتضامن الجهود الرسمية والمجتمعية. جاء ذلك خلال زيارته مقر المنصة السودانية لمواجهة فيروس كورونا بقاعة الصداقة بالخرطوم. وقال حمدوك إن ظهور نحو 50 حالة إصابة في ظل 3 أيام يعني أن السودان قد دخل مرحلة الانتشار المجتمعي، مما يتطلب الالتزام الصارم بالموجهات الصحية. وأوضح حمدوك أن السودان ما زال قادر على تخطي المرحلة الخطرة رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وده وباء محتاج لتضافر كل الجهود. فالمرحلة اللي قدامنا دي نحن لازم نتعامل معها بكل جدية وصرامة، ننفذ توجيهات وزارة الصحة إذا كانت في الإغلاق التباعد الموضوع بتاع ننتظم في مسألة الكيرفيو والناس تقعد في منازلها وكذا، لأنه ده السبيل الوحيد اللي خلينا نحن نهزم المسألة دي. المرض ده هو جديد وكل شعوب العالم بتتعلم من التجارب بتاعتها، لكن شفنا التجارب بتاعت الشعوب اللي تسهلت مع المسألة دي في إيطاليا في أسبانيا، وشعوب عندها قدرات وإمكانات صحية أكثر مننا بما لا يقاس. فممكن تتخيلوا لو المسألة دي حصل لها انتشار مجتمعي كبير وإمكاناتنا المحدودة دي، نحن ما زلنا عندنا الإمكانية في أننا نحارب هذا المرض أننا نفعل الإجراءات الوقائية حق نلتزم بها بصرامة شديدة. هذا وقد عملت المنصة السودانية على مراجعة فيروس كورونا لاستنهاض المقدرات الشعبية في الداخل والخارج من أجل مساهمات المبادرة الوطنية للحد من خطر انتشار جائحة كورونا. ساحة أخرى من ساحات التدافع الوطني شكلتها المنصة السودانية لمواجهة فيروس كورونا، والتي بدأت أعمالها في عقاب فتح المعابر وعودة عدد من السودانيين من بعض الدول المبوءة، حيث هدفت المنصة إلى توحيد وتنسيق الجهود والمبادرات الشعبية الداعمة للخطط الحكومية وأزرعها المتخصصة لمواجهة جائحة كورونا، علاوة على حشد الدعم الفني والمادي وتنظيفه لمقابلة الاحتياجات الضرورية وفق خطة وزارة الصحة للتعليم. وأنا وقفت في أول حاجة في شعاركم شعبنا قادر، كل تأكيد هذه المبادرة المنصة السودانية لمواجهة الكورونا واللي تداعى عليها كل أبناء وبنات شعبنا والخيرين من شعبنا، بمثل هذا الجهد نحن فعلا قادرين على مواجهة هذا المرض وهذه الكارثة. واستطاعت المنصة أن تشكل ملحمة وطنية تدعى لها نفر من أبناء السودان بالداخل والخارج لتحقيق جملة من الإنجازات، حيث بلغ حجم التبرعات المادية نحو 250 ألف جنيه، علاوة على المنجزات المادية في صيانة المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية. تبرعات سخية جدا من السودانيين داخل وخارج البلاد، وأيضا تم عرض الاختراعات والابتكارات التي دعمت في مسيرة دعم مواجهة الكورونا من أجهزة التنفس وأيضا من الكابينات للتحقيم، وكذلك هناك مصانع بدأت تصنع الكمامات بمعايير قامت بدراستها وقبولها وزارة الصحة الاتحادية. وتتخذ المنصة أسلوب التشبيك بغية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، حيث بلغ عدد المبادرات التي تنضوي تحت المنصة نحو 400 مبادرة لتمثل أعتى الأزرع الشعبية التي تدعم الجهاز التنفيذي تحت راية السلطات الصحية للحد من انتشار الوباء. نحن بنعكس نشاط المبادرة ونعكس نشاط المبادرات المشبكة معنا، وبنعكس برضو توجيهات وزارة الصحة، معنيين تماما بأنه نوحد المعلومة، أنه المعلومة تكون طالعة من وزارة الصحة، لأنه في الفترة دي نحن محتاجين أنه المعلومة تكون معلومة واحدة من جهة واحدة. المعاناة تولد الإبداع، هذه القيمة جسدتها المنصة السودانية لمواجهة فيروس كورونا، والتي استطاعت أن تجمع عدد من الأفكار والمبادرات تحت راية واحدة في سبيل مواجهة هذا الوباء الخطير. مبادرة استطاعت أن توظف الأفكار وتجعل منها معينات عملية تساهم في دحر هذا الوباء الفتاك. محمد الزبير إسماعيل، تلفزيون السودان، قاعة الصداقة، الخرطوم. عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعا اليوم برئاسة بروفيسور صديق تاور رئيس اللجنة بشأن الوضع الصحي بالبلاد. هذا وقدم عضو اللجنة رشيد سعيد تقريرا في هذا الخصوص. جمعت اللجنة خلال هذا الاجتماع إلى عدد من التقارير. في بدايتها قدمت الدكتورة سارة وكيل وزارة الصحة تقريرا عن الأوضاع الصحية في البلاد وتطورات حالات مرض الكورونا. بلغت
سجلت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية 26 حالة جديدة، من بينها حالتي وفاة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة حتى الآن إلى 92 حالة، من بينها 72 حالة نشطة، 8 حالات شفاء كامل من المرض و12 حالة وفاة. تقرير وزارة الصحة إشارة إلى أنه ستكون هناك تزايد في الحالات التي سيعلن عنها مع زيادة وزارة الصحة لحالات الفحص المنتظم بعد زيادة المعينات التي تسمح بزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحص، وبالتالي ستشهد الفترة القادمة تزايد في أعداد المرضى الذين سيتم الكشف عن حالاتهم. أيضا ذلك يتطلب من المواطنين أن يتبعوا الإرشادات التي يعني تقدمها لهم وزارة الصحة فيما يتعلق بالتبليغ عن حالات المرض أو التبليغ عن الأشخاص الذين تظهر لديهم إشارات أو أعراض المرض. المقلق في هذا التقرير الذي تم تقديمه هو ازدياد الإصابات بين أفراد الأطقم الطبية والطواقم الطبية التي تعمل في مكافحة هذا المرض. كذلك قدم عضو اللجنة رشيد سعيد ضمن تقرير اللجنة رؤية اللجنة بشان تداعيات الحظر الصحي. أيضا المواطنين إلى أن الوقود والمحطات التي تعمل هي تعمل لتموين وتوفير الوقود للأشخاص المصرح لهم بالعمل خلال فترة الطوارئ والتحرك وليس لسيارات المواطنين، وبالتالي لا يجب أن تكون هناك صفوف للمواطنين أمام محطات الوقود لأنه ليست هناك حوجة للوقود في هذه المرحلة، هم لا يتحركون في هذه المرحلة، يجب ترك هذا الوقود للكوادر الطبية، لكوادر الخدمات في المؤسسات الخدمية مثل الماء، مثل الكهرباء، مثل الشرطة، حتى تجد احتياجاتها من الوقود لتكون قادرة على أداء مهماتها. أيضا يمكن المواطنين لاحظوا في الأيام الأخيرة تحسن أيضا في الإمداد الكهربائي، صحيح أن هناك بعض القطاعات الصغيرة التي ما زالت تحدث هنا وهناك بسبب أعطال، ولكن هناك الآن توفرت كميات كبيرة من الفيرس لمحطات الإمداد الكهربائي، وبالتالي نتوقع أنه خلال الفترة القادمة وحتى نهاية رمضان أن يكون هناك إمداد منتظم بقدر الإمكان. أيضا نقول للناس الذين يتحججون بأن حوجتهم للوقود متصلة بحالات الطوارئ التي قد يتعرضون لها لأن لديهم مرضى أو نساء حمل أو أطفال لديهم أمراض مزمنة مثل هذه الأشياء، نقول لهم في مثل هذه الحالات لا تلجؤوا إلى سياراتكم الخاصة، اتصلوا بأرقام الطوارئ الخاصة بإسعاف وزارة الصحة وبالمستشفيات الأخرى وهم كفيلون بالوصول إليكم في أي مكان ونقلكم عند وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة شذا سيد أحمد. دكتورة شذا أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم، مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي تلفزيون السودان. مساء النور. مساء النور دكتورة شذا، هناك إصابات متزايدة بجائحة كورونا بلغت 92 حالة خاصة بين الأطقم الطبية، كيف تنظرين إلى هذه الزيادات التي ارتفعت بشكل متسارع خلال يومين أو ثلاثة أيام؟ طيب، في البداية خليني أترحم على أرواح المتوفين وأتمنى عاجل الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس. حقيقة السودان في هذه المرحلة يعني بيمر بمرحلة مختلفة من المرض، زي ما كلكم متابعين في بداية المرض كان كله محصور في حالات وافدة من خارج السودان، انتقلنا للمرحلة الثانية من المرض، تمت الإصابة وأشخاص مخالطين للأشخاص المصابين أو المشتبه إصابتهم بالمرض، ونحن هسه حاليا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانتشار المجتمعي، حيث عندنا كثير من الحالات الآن لا يوجد لديهم تاريخ بتاع سفر ولا تاريخ بتاع مخالطة مرضية، وبالتالي الزياد بتاع حالات الانتشار المجتمعي ده نتيجة نحن بنعزوه في المقام الأول لعدم اتباع الإرشادات الوقائية من قبل المواطنين. والحقيقة مهما تكلمنا إنه الدور بتاع المجتمع كبير جدا جدا ومهم جدا جدا، عشان كده كل الوقت احنا بننصح كل المواطنين بأنهم يتبعوا الإرشادات الوقائية، يتجنبوا الازدحام، يتجنبوا المخالطة، يتبعوا كل الوسائل الصحية، لأنه زي ما نحن كلنا عارفين أنه
النظام الصحي في السودان هش وعدد الكوادر الطبية الموجودة محدود، وفي نفس الوقت كل ما المصابين أو المشتبهين وصلوا لمراكز تلقي العلاج متأخرين، ده بيضع يعني عبء إضافي على النظام الصحي وعلى الأطباء وعلى التمريض وعلى جميع الكوادر الصحية الموجودة في خط الدفاع الأمامي. نعم، هل هنالك دكتور شزا عفوا، هل هنالك أيضا تقصير في حجم جرعات التوعية للمواطنين، فبالتالي أدى ذلك إلى عدم المعرفة بشكل أكبر للخطر القادم ومن ثم زيادة هذه الحالات؟ الحقيقة نبذل الكثير من الجهد في توعية المواطنين، وزي ما عارف حضرتك ويعرفوا جميع المشاهدين الأعزاء إنه التوعية بمرض كورونا مش منحصرة في السودان بس، في السودان وخارج السودان عبر جميع وسائل الإعلام وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أفتكر جرعات الوعي المتوفرة حاليا محليا وعالميا جرعات كبيرة جدا جدا، لكن ما زلنا نعاني من عدم الالتزام بهذه الإرشادات الوقائية. لسه في كثير من الممارسات اللي تحتاج تصحيح. نحن في مجتمعنا السوداني مجتمع منفتح، فيه كثير من الممارسات اللي بتزيد من نسبة انتشار الوباء نتيجة لممارساتنا، التجمعات في المناسبات، الأفراح، وكل هذه الأشياء نحن بنفترض إن عندها دور كبير جدا جدا وسمت بصورة مباشرة في الانتشار المجتمعي اللي بنعاني منه الآن. نعم دكتورة شزاء، بعض الدول رفضت قيود الحظر، إلى ماذا تعزين ذلك؟ حقيقة السبب الأساسي في تخفيف القيود بتاعت الحظر على المجتمعات بدعوت لالتزام المجتمعات نفسها بالإرشادات الوقائية. كل ما كان المجتمع حريص وكل ما كان المجتمع واعي وكل ما كان المجتمع ملتزم بالإرشادات الوقائية، كل ما قلت أيام الحظر أو مدة الحظر، وكل ما قدرنا احتواء الوباء في فترة وجيزة. التزام المواطنين بالإرشادات الصحية والتوعية الصحية والالتزام بالممارسات الصحية بيقلل من خطر إصابتهم، وبالتالي بيقلل من خطر إصابة الكوادر الطبية الموجودة في خط الدفاع الأول بالمستشفيات والمراكز الصحية. نعم. طيب دكتورة شزاء، بالعودة إلى السودان، حظر التجوال الذي بدأ السبت الماضي الآن اليوم الثالث، برأيك ما هو مردود هذا الحظر الشامل وماذا ينبغي للمواطنين اتباعه؟ الحقيقة نحن نعول كثيرا على موضوع حظر التجوال، لأن حظر التجوال بيحد من حركة المواطنين وبالتالي بيحد من الازدحام وبيحد من فرص انتشار الفيروس بين الناس. وإذا الناس كمان في نفس الوقت إذا اتبعت الحظر ده بأنها مارست سلوك صحي في أثناء وجودهم أثناء المنازل من غسل الأيدي وممارسات كل الممارسات الصحية والتبليغ الفوري والعاجل عن الحالات والحالات المشتبهة، ده قد يقلل بدرجة كبيرة من انتشار الفيروس بين الناس. في نفس الوقت نحن بنفتكر كجهات صحية عندنا دور كبير بنلعبه أثناء فترة الحظر. كل ما كانت الناس موجودة إحنا ممكن نجتهد في موضوع التوعية الصحية، نجتهد في إنه نوفر كل المستلزمات الطبية لكوادرنا الموجودة في المستشفيات وفي المراكز وفي خط الدفاع الأول، وفي نفس الوقت تجتهد السلطات الصحية في عمل البحث النشط عن الحالات والبحث المجتمعي عن الحالات، وبالتالي نقلل من فرص انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، ونقدر نحتوي الفيروس في 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 فترة وجيزة بإذن الله. نعم دكتور شزا سيد أحمد، مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أحداث اليوم تلفزيون السودان، أهلا بكم. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وبناء على توصية من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا اليوم بتعيين مبارك عبد الرحمن أحمد آدم أردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة. أشاد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بالإنتاجية العالية لمحصول القمح التي حققها مشروع الجزيرة هذا الموسم، والتي تراوحت ما بين 15 إلى 35 جوال للفدان الواحد، حيث بلغت جملة المساحات المزروعة 420 ألف فدان. وامتدح حمدوك الجهود الكبيرة لمزارعي مشروع الجزيرة وإدارة المشروع والبنك الزراعي وكل العاملين بالمشروع، والتي ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية. وأكد رئيس الوزراء
عقب تلقيه تنويرا من المستشار الإعلامي فائز الشيخ السليك بعد زيارته لمشروع الجزيرة، أكد دعمه للمشروع وتوفير المعينات لعملية الحصاد وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع. وأوضح السليك أن نسبة المساحات المحصودة من القمح بمشروع الجزيرة لهذا الموسم بلغت 80%، مؤكدا نجاح الموسم الشتوي وتحقيق إنتاجية قياسية تبشر بأن السودان سيعبر هذه الأزمة الاقتصادية. وأضاف السليك أن رئيس الوزراء بدأ خطوات مباشرة لإكمال عملية تسليم المزارعين للكميات المنتجة إلى البنك الزراعي. هذا الموسم مشروع الجزيرة زرع 420 ألف فدان، معروف أنه الإنتاجية بلغت ما بين 15 جوال إلى 35 جوال للفدان الواحد، وهذا إنتاج قياسي جدا لمشروع الجزيرة وربما في كل العالم. هذا يؤكد بأننا سنعبر من الأزمة الاقتصادية، هذه بشارة جيدة جدا جدا لجميع السودانيين، ومع التحية الخاصة لمزارعي الجزيرة، للعاملين بمشروع الجزيرة، وأيضا رئيس الوزراء يحملهم كل التحايا ويشيد بالمجهودات التي بذلوها بعد أن تمت تذليل كل العقبات مثل الجازولين، الحاصدات، الخيش وغيرها من العقبات التي تواجه مشروع الجزيرة. أيضا هنالك مسألة بحثناها مع السيد رئيس الوزراء حول تسليم المنتج هذا الموسم للبنك الزراعي. معروف أن رئيس الوزراء حدد سعر مغري 3500 جنيه للجوال الواحد، وهو أعلى من السعر العالمي. هذا السعر لتشجيع المزارع ولتشجيع المنتجين. عبر هذا السعر نتوقع أن تتم عملية التسليم للبنك الزراعي. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي سعي الوزارة لاسترداد كل الممتلكات والأموال التي نهبت وسلبت للشعب السوداني. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع لجنة إزالة التمكين. عمل هذه اللجنة عمل وطني كبير، ليس طبعا فقط لأنه استرد يعني ممتلكات يعني كبيرة وضخمة وحيكون عندها تأثير إيجابي جدا على يعني تمويل استحقاقات الحكومة تجاه الشعب السوداني من حيث الهيكل الراتبي الجديد، ومن حيث التعامل مع يعني متطلبات مجابهة أزمة جائحة الكورونا. إلا أنه يعني هو عمل مهم جدا من حيث جبر الضرر واسترداد الحقوق، ومن حيث يعني استنان سنة حميدة جدا في المحاسبة والمساءلة تؤسس بإذن الله لمستقبل يستند إلى الشفافية في إدارة المال العام. وأشار رئيس اللجنة العليا للجنة إزالة التمكين صلاح مناع إلى تسليم كل الأموال التي تم استردادها إلى وزارة المالية بصفتها المسؤول الأول عن المال. في إزالة التمكين نصمم على العمل المشترك لوزارة المالية، وتم الاتفاق لتكوين لجنة مشتركة. اللجنة المشتركة سوف تقوم يعني حصر واستلام الأصول، وأيضا هناك بعض الشركات قد تكون عاملة، سوف يكون هناك عمل مشترك لتعيين مشرفين للقيام بإدارة هذه الشركات، ونطمن كل المواطنين السودانيين اللي يعملون في هذه الشركات وهذه المؤسسات إنه العمل سوف يتم يعني استمراره بصورة كما كان بل بصورة أحسن، وسوف يتم فتح المسألة دي وتكون فيه شفافية كاملة، ونخلي الشعب السوداني يطلع على كل الذي يتم في لجنة إزالة التمكين، وهذا العمل مفتوح للصحافة والتلفزيون. في إطار إعلان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي لأيلولة شركة السبيكة الذهبية المملوكة لجهاز الأمن لوزارة المالية، عقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته لإكمال إجراءات التسليم. وأوضح المدير العام لشركة السبيكة محمد عباس أن الهدف الرئيس للشركة شراء الذهب من مناطق التعدين منعا لتهريب الذهب. وأضاف محمد عباس أن للشركة محطات ولائية ومحطة رئيسة وليست ربحية، وفي السابق كانت تشتري بسعر بنك السودان والآن من وزارة المالية. ورحب بهذا القرار لأنه يعطي الشركة قوة ويحافظ على موارد الدولة. لا.
من جانبه قال مدير عام السلع الاستراتيجية بوزارة المالية علي عسكوري، قال إن هذه أول خطوة لشركة ناشطة في مجال الذهب، وامتدح عسكوري مجهودات الشركة وتجربتها الطويلة في هذا المجال وتصديرها للكثير من الشركات التي تستورد السلع الاستراتيجية. السبيكة دي كان أنشئت 2018، قبلها كانت اسم السبيكة الذهبية، كانت السبيكة الذهبية أنشئت في 2016. حقيقة صدر قرار بأيلولة الشركة إلى وزارة المالية، ونحن طبعا اليوم عملنا اجتماع لمجلس الإدارة تم فيه التسليم والتسلم نهائيا لوزارة المالية. الآن أصبحنا نحن تابعين لوزارة المالية. هذه العملية هذه أول خطوة اليوم لإكمال هذا الإجراء لأيلولة هذه الشركة لوزارة المالية، وهي شركة ناشطة في مجال الذهب ومن أكبر الشركات، ونحن سعداء حقيقة. نحب أحيي الروح الوطنية العالية والمسؤولية الكبيرة اللي لمسناها من إدارة الشركة والعاملين فيها. وللمزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد بجامعة الزعيم الأزهري بروفيسور حسن كمال. مساء الخير بروفيسور حسن، يعني بداية، في أي سياق تقرأ قرار أيلولة شركة السبيكة الذهبية المملوكة لجهاز الأمن لوزارة المالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني تحية للإخوة في تلفزيون السودان القومي، وأيضا للسادة المشاهدين. وانطلاقا من هذا السؤال، هذا الوضع الطبيعي المفروض يحدث في الدولة، انه في كثير من الشركات تشتغل في قطاعات مختلفة عن النشاط او الوظائف الاساسية اللي بتقوم بها المؤسسات اللي تابعة عليها. يعني ممكن جهاز امن عنده شركة بتاعت تعدين ذهب، مؤسسة خدمية مؤسسة نشاط معين يكون عنده مؤسسة خدمية ليس تابعة لنشاطه. وطبيعي انه هذا الوضع يعني وضع غير سليم، وايضا هو وضع شاذ، يعني يعتبر وضع شاذ. ولذلك نلاحظ انه هذه الشركات لابد ان ترجع الى الدولة لانها تمثل مصادر ايرادات اساسية للدولة. نعم. وانه في ذات الوقت إنه هذه الشركات كثير من إيراداتها لا ترجع للدولة، والدولة ليس على اطلاع بها أو معرفة بهذه الإيرادات. ولذلك أفتكر هذا القرار قرار يابد أن يأتي بعده قرارات مماثلة إلى كل الشركات اللي هي والمؤسسات الخدمية التي ليس لها علاقة من ناحية النشاط بالمؤسسات التي أنشأتها. نعم بروفيسور، يعني كما أن هنالك تقريبا يقدر بحدود 400 وأكثر من هذا النوع من الشركات والمؤسسات الحكومية، يسموها الشركات الرمادية يعني. نعم. طيب الهدف الرئيس لشركة السبيكة الذهبية هو شراء الذهب من مناطق التعدين، يعني منع للتهريب. شركة السبيكة الذهبية فعلا يعني هل ساهمت في منع التهريب في الفترات السابقة؟ والله هو طبعا حسب القراءة للواقع وحسب المعلومات اللي متوفرة هي لم تساهم، بل بالعكس انه التهريب ظل موجود، والتهريب مع الأسف انه كان بيطلع بكميات كبيرة خلال مطار الخرطوم، وكلنا كنا بنعرف الكلام ده وكان يعني مطروح في الإعلام. ولذلك هذه الشركة هي نفسها كانت بتصدر، يعني في فترة من الفترات صدرت يمكن 1.8 طن وغيرها يعني من المعلومات المتوفرة الكثيرة المتوفرة. نعم. وأنا أفتكر أنه حتى الشركة كهدف أنها تمنع التهريب بشراء الذهب من مناطق الإنتاج، ده ما كان يعني منتج أو ما كان حقيقة ناجح. وذات الوقت هي ده ما شغولة، يعني هي ما شغولة، ولكن إذا أخذناها من جانب أمن اقتصادي، أمن اقتصادي تقوم بجهات معنية بالأمن الاقتصادي وليس شركات تدخل في عمليات شراء، ده كان ممكن تقوم به وزارة المالية أو الدولة السودانية عبر وزارة المالية تنشئ شركات بتاعت مساهمة عامة. نعم. يكون ده دورها الأساسي، وهي تدخل الأسواق وتحدد الأسعار وتتصل بالمنتجين
سواء كان القطاع الاهلي او القطاع الصناعي الشركات الصناعيه. نعم، طيب اذا ما هو المتوقع يعني وما هو الفرق مع بعد ايلوله شركه السبيكه الذهبيه من جهاز الامن الى وزاره الماليه؟ التوقعات والله هو المتوقع الان هي زي ما نقدر نقول انه الان الامر في يد وزاره الماليه. وعلى وزاره الماليه حقيقه دور كبير جدا في تنظيم هذا القطاع، قطاع الذهب، لانه نحن يعني فقدنا ايرادات البترول وهو مورد ماضي وفقدناها حقيقه بدون ما ندخلها في ذات اقتصاد ريعي، بدون ما ندخل هذا وايضا فقدنا كميات كبيره من الذهب الان التحريب. الذهب نفس التجربه وبل بشكل اكثر تشوها واكثر يعني الما للشعب السوداني، لانه هذه اموال لم يمتلكها الشعب السوداني ويمتلكها الاجيال القادمه وتصرفوا فيها بعض الناس. ولذلك انا افتكر انه الان وزاره الماليه تعيد النظر في هذه الشركه وفي دورها، واذا كانت هذه الشركه يعني ممكن نحن نطرحها كشركه مساهمه عامه يشاركوا فيها حتى قطاعات واقعه من الشعب السوداني ممكن، وايضا ممكن اذا كانت لا انه هذه الشركه في النهايه يعني كانت بتخدم قطاع معين او مؤسسه معينه والدوله السودانيه لم يكن لا عائد من نشاط هذه الشركه ملموس حقيقي، فلتذهب يعني هذه الشركه والدوله ما تدريها اشياء يعني ممكن تكون فاشله او نغلق. لكن انا افتكر برضو الدوله من حقها انها تتدخل وتدير قطاع من الشركات، نحن محتاجين فعلا لانه يعني يطلع عندنا قطاع بتديره الدوله، قطاع قوي يقدر يحافظ على يعني حقوق الشعب السوداني وخاصة في مجالات وعلى موارده يعني الثمينة خاصة الذهب. شكرا لك أيوة. أستاذ الاقتصاد بجامعة الزعيم الأزهري بروفيسور حسن كمال كنت معنا عبر الهاتف. أحداث اليوم تتواصل من تلفزيون السودان. بدأت بمقر الأمم المتحدة بالخرطوم وجوبا الحوار والتفاوض غير المباشر عبر الفيديو كونفرنس بين وفدي الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة وعضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول شمس الدين كباشي والحركة الشعبية الشمال جناح مالك عقار. وأكد عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام مولانا إسماعيل التاج أن التفاوض والحوار سادته روح العزيمة والإصرار وتوفر الإرادة السياسية لتحقيق السلام الشامل والمستدام في أقرب وقت ممكن. وأبان مولانا إسماعيل التاج أن الجانبين تناولا المصفوفة التي صدرت مؤخرا والتي تهدف إلى إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومعالجة بعض القضايا العالقة، وأنهما أكدا أهمية التشاور والشراكة بين الجميع في هذا المسار لضمان نجاح الفترة الانتقالية. وحول الترتيبات الأمنية قال التاج إن الطرفين واصلا النقاش حولها وإنه تبقى اليسير منها وسيتم الاتفاق عليها خلال الأيام القادمة. وأضاف أن الجانبين ناقشا قضايا المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وتقاسم الثروة، وقد اتفق الجانبان وفريق الوساطة الجنوبية على أن يكون التفاوض والحوار غير المباشر عبر الفيديو كونفرنس أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمقر الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا. انعقد بمقر بعثة اليونيميد بالفاشر اجتماع ضم حكومة شمال دارفور وكبير الموظفين بالبعثة، وبحث الاجتماع السبل الكفيلة لدعم الجهود المبذولة من الطرفين لمحاصرة فيروس كورونا. وأعلنت بعثة اليونيميد عن دعم لوجستي إضافي للولاية مؤكدة التزامها بالمساهمة الفاعلة ودعم جهود الولاية خاصة في قطاع المعابر والحدود. وكانت البعثة قدمت لحكومة شمال دارفور دعومات تمثلت في وسائل النقل برية وجوية ومعدات طبية. وقال والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي إن الولاية مستقرة صحية، إلا أن الوضع يحتاج لمزيد من الإجراءات الاحترازية والدعم والمساندة من اليونيميد. تضافر كبير من كافة الجهات بالشمال دارفور لمحاربة فيروس كورونا، حيث عزز الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية وبعثة اليونيميد سبل التعاون بين الطرفين. وأعلنت اليونيميد عن دعومات إضافية لوجستية للولاية عشان نتحسب للقادم إن شاء الله. أول حاجة نورناهم عن الوضع الصحي عموما في الولاية، والحمد لله الولاية آمنة ومستقرة وكل الحدود مغلقة تماما،
ومسيطرين على سيطرة تامة، وحتى الآن لم تظهر لنا أي حالة بالولاية، لكن بنتحسب. احنا بنقرأ دائما ما يجري في الدول اللي حوالينا ومن داخل السودان، بنراجع في الحالات ووضحنا لهم كذلك. فعشان كده نحن دائما بنحاول نستبق ونعمل إجراءات احترازية. برضو كذلك نورناهم على قرارات الأخيرة اللي يمكن بيساعدنا على السيطرة التامة وانعكاسات تلك القرارات على المواطنين. وأبان لوكا ملايا رئيس الموظفين باليوناميت أن البعثة اتخذت إجراءات احترازية صارمة لموظفيها. Logistics hub is part of our headquarters complex. I think the visit is very significant. اتخذنا إجراءات احترازية صارمة لموظفينا باليوناميت للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، وكذلك نؤكد مواصلة دعمنا لجهود حكومة ولاية شمال دارفور، خاصة في تجهيز مواقع العزل والحجر وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة، إضافة إلى ما هو مطلوب مننا في عمل المعابر والحدود. كل هذه الجهود نبذلها سويا من أجل محاربة هذه الجائحة التي تهدد العالم بأسره. الاجتماع المشترك الذي ضم حكومة ولاية شمال دارفور وبعثة اليوناميت عزز من فرص محاربة فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير معدات لوجستية عاجلة. خالد أبو رقا، تلفزيون السودان، ولاية شمال دارفور، بعثة اليوناميت الفاشر. واصلت القوات المشتركة المكونة من الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع تحقيق انتصارات وإنجازات كبيرة لولاية كسلا بضبط كميات كبيرة من مواد البناء والسلع الغذائية. وأشاد والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد بالإنجاز الذي تحقق، وأكد انسجام القوى الأمنية عبر لجنة أمن الولاية لردع المتفلتين وعصابات التهريب. السوداني دائما واحدة من الحاجات المهمة فيه والمفروض نمنعها ونكافحها هو التهريب بكافة أشكاله، ولعله الأيام دي تنشط تجارة التهريب للمواد التموينية والمواد البناء، خاصة مع إطلالة شهر رمضان المعظم. وقواتكم زي ما انتوا هسه بتشوفوا وبتسمعوا وبتشاهدوا بالمرصاد لمثل هذه الحالات اللي بتتم هنا وهناك. المضبوطات عبارة عن أخشاب، حديد، زبي، اسمنت، اسبيرات عربات، مطارات لربع المياه، وملابس وأحذية. الكمية تقدر بحوالي 10 مليار أو تزيد قليل من 10 مليار جنيه سوداني. ذكرى إحياء ثورة ديسمبر السلمية، حرية، سلام، عدالة. ختام عرض التاسعة المسائي، نعود ونذكر بأهم العناوين لمن فاتهم الاستماع. اللجنة العليا للطوارئ تصدر عددا من التوجيهات الاحترازية للمواطنين. خلال زيارته المنصة السودانية، حمد هوك يوجه بالالتزام الصارم بالموجهات الصحية لمجابهة فيروس كورونا. أيلولة شركة السبيكة الذهبية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ارتفع
ارتفاع حالات الوفيات إلى أكثر من 1800 حالة في العالم من فيروس كورونا وإجراءات احترازية للحد منه. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لحسن المتابعة، تحياتي وزميلتي نجوى وفريق العمل في الأخبار. خليكم بالبيت، إلى اللقاء.